جاهك، ما قيمة كل ما تملك وأنت لا تستطيع أن تصل إلى مهد الطفولة، إلى القرية، إلى الأرحام، إلى كل ما من شأنه يعيدك إلى ذكرياتك في الزمن الماضي، زمن الطفولة تحديدا. أحبتي الكرام، اليوم المجتمع بدأ يستنهض الهمة لتنفيذ الطرقات على نفقته الخاصة، والطريق هذه تحتاج إلى مئات الملايين بل إلى مليارات مليارات. أرجو أن تستشعروا هذه الهمة وأن تجودوا بسخاء لتنفيذ الطريق. بدون سخائكم لن تكون هناك طريق، وسنظل في مربع المعاناة إلى أبد الآبدين. أرجو أن نستشعر مسؤوليتنا الأخلاقية، والطريق صدقة من الصدقات الجارية وشعبة من شعب الإيمان. كذلك شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم في التأسيس لهذه المشاريع الخدمية في أصاب، وندعو الجميع للاستمرار في دعمها لتكون مديريتنا رائدة في هذه الأعمال الخيرية حاضرا ومستقبلا. النهضة التنموية لتشييد مشاريع الطرقات التي تشهدها أصاب حاليا هي مشاريع تنموية إنسانية بامتياز، تحتاج إلى تضافر الجهود في الحشد والتبرع، ومنها طريق مغربة صغر العول. فقودوا بكرمكم أيها الحمية. الله وبركاته. نناشد الأخوة التجار والمغتربين والمواطنين في دعم المشاريع الخيرية في جميع أنحاء البلاد، والمشاريع هذه الخيرية تعتبر هي أساس الحياة. لما للطرقات من ضرورة هامة وماسة في حياة الإنسان وهي شريان الحياة، فقد استطاع أبناء أصاب إيجاد وإنشاء كثير من هذه الطرقات وبجهود ذاتية وتمويل شخصي. إذا ينقصنا دعم فاعلين الخير ورجال الأعمال، فندعو الجميع إلى تضافر الجهود من أجل تمويل هذه المشاريع بسخاء وعطاء. أشكر كل من وضع له بصمة في هذه تقديم لكل رواد الجميع في الإصابة، وندعو الجميع المساهمة بسخاء والتبرع بسخاء من مشروع الطرقات في الإصابة لمعنى الطرقات من أهمية البعيدة وديرة الطرقات وديرة كل الخدمات. إذا ندعوكم من جوار الخنسي وبجواري المهندس عبد الحكيم البحري ألا تبخلوا في دعم المشروع، عليكم بل فرض واجب على كل يمني وعلى كل زماني وعلى كل وصابي ألا يبخل. صدقة جارية لوجه الله.